حلقة اليوم من كوادريغا، عمالقة التصدير. ألمانيا في دائرة الانتقادات. تواجه ألمانيا انتقادات من بروكسل بسبب فائضها التجاري، فالاتحاد الأوروبي قلق من حقيقة أن أكبر دولة عضو في الاتحاد تصدر أكثر بكثير مما تستورد، وتريد المفوضية الأوروبية أن تتحقق مما إذا كان لفائض الصادرات الألمانية تأثير سلبي على باقي الدول الأوروبية. لكن في الوقت نفسه يرى كثير من خبراء الاقتصاد في قوة ألمانيا التصديرية أساسا للازدهار في أوروبا، محذرين من أنه لا مغزى من إضعاف اقتصادها. فهل يراد أن تكون ألمانيا نموذجا للدول الأوروبية الأخرى، أم أن ألمانيا تستفيد على حساب الدول الأوروبية الأضعف؟ يرافقكم في هذه الحلقة أحمد عبيدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل البدء بنقاش موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم كوادريغا، أود أولا الترحيب بضيوف البرنامج، وهم السادة الدكتور بارق شبر الخبير في الشؤون الاقتصادية والدولية، والأستاذ أنيس أبو العلا الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية. وأرحب أيضا بالأستاذ علي وحيدة الصحفي والخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم جميعا ضيوفا أعزاء. وأبدأ النقاش معك دكتور بارق، ما الضير في أن يكون اقتصاد ألمانيا أو الفائض في الميزان التجاري الألماني عاليا إلى هذا الحد؟ الاقتصاد الألماني يحقق فوائض في ميزانه التجاري بالحقيقة منذ تاريخ ألمانيا الحديث بعد الحرب العالمية الثانية. لو نظرنا إلى بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني فسوف نجد أن الفائض يتحقق منذ عام 1952 ولحد يومنا هذا وبدون انقطاع، وحتى في سنوات الأزمة المالية العالمية وأزمة مديونية اليورو في الأعوام 2008 ولحد هذا اليوم. فالفائض يعني في شهر أيلول سبتمبر الماضي حقق الميزان التجاري الألماني والذي يشمل تجارة السلع والخدمات رقم قياسي في الفائض لهذا الشهر، حيث وصل هذا الفائض إلى حوالي 25 مليار دولار في شهر واحد. فيعني أسباب هذا الفائض هي متعددة. لكن قبل أن نتحدث عن الأسباب وسنعود إليها بالتأكيد في سياق هذه الحلقة، لماذا هناك انزعاج من الدول الأوروبية الأخرى من هذا الفائض؟ نعم نعم، الفائض يعني عجز في الجهة الأخرى، يعني ألمانيا تتبادل التجارة مع دول أخرى وبالتحديد مع دول الاتحاد الأوروبي الذي تبلغ حصتها من صادرات ألمانيا بحدود 57% في عام 2012. فالفائض في ألمانيا يعني عجز في موازين مدفوعات الدول الأخرى، وهذا يعني سحب أو امتصاص طلب داخلي من الدول الأخرى. فالدول الأخرى الدول الأوروبية تشتكي، وحتى الولايات المتحدة ومع صندوق النقد الدولي يشتكون من هذا الواقع، أن ألمانيا تخفل تنمية الطلب الداخلي المحلي وتحتاج على حساب الطلب الخارجي. نعم. يعني الصادرات هي تعني بالمفهوم الاقتصادي هي تلبية طلب خارجي، ولذلك الانزعاج. معنى ذلك أنه لأن الدول الأخرى تواجه عجوزات في موازينها التجارية وميزان المدفوعات، فهي تشتكي من ذلك وتدعي أن المنافسة بين ألمانيا وهذه الدول غير شريفة، بينما الحكومة الألمانية تقول الفائض التجاري يتحقق بسبب القدرة التنافسية العالية للاقتصاد الألماني. نعم. هذه نقطة مهمة جدا سأستكمل تبيانها معك أستاذ أنيس. هل لهذا الحد هناك فرق بين تلبية الطلب الخارجي كما تفضل الدكتور بارق وذكر، وبين
الاهتمام بالاستثمار في داخل ألمانيا؟ نقطة أساسية جدا لم يتطرق إليها الزميل، وهي أن هناك اتفاق عام بين الاقتصاديين في مختلف أنحاء العالم على أنه الفائض في الميزان التجاري يجب أن لا يتجاوز في أقصى حد 6.5%. والسبب في هذا التحديد هو الخوف من التضخم، من وصول التضخم إلى الاقتصاد الداخلي، من وصول التضخم إلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهو ما يعني بينما الآن لو بتشوف الميزان التجاري الألماني فبتكتشف إنه هذا الميزان بيحقق فائض ضخم جدا يزيد عن هذا المعدل المسموح به دوليا. السؤال المطروح، هل على حساب الوضع الداخلي كما يقال، ولا يعني أنا أترك لك السؤال فعلا هذا ما قصدته، هل هناك تقصير من قبل الحكومة الألمانية في مجال الاستثمار داخل السوق الألمانية؟ هناك اتفاق عام على أن البنية الأساسية في ألمانيا، الطرق، الكباري، الجسور، المشاريع المختلفة التي يحتاج إليها المجتمع الألماني لتطوره في حالة هبوط، ليست جيدة كما يتناسب مع صورة ألمانيا التي نعرفها. الوضع الداخلي ليس بهذه الجودة التي تبدو عليها صورة ألمانيا في الخارج، ومن هنا هناك احتياجات قوية لإصلاح الطرق، للمدارس، للمستشفيات، للبنية العامة للمدن أو للمؤسسات العامة في ألمانيا، في حاجة إلى مبالغ ضخمة جدا، وهو ما لا يتناسب مع الصورة كما قلت التي يقال إن ألمانيا هذا البلد العظيم، وهو عظيم أيضا، لكن يجب أن يوجه جزء من اهتمامه للبنية الداخلية. وهذا ما تحدثت عنه أيضا نيويورك تايمز اليوم، أفردت مقالا من صفحتين تحدثت فيه عن البنية التحتية في ألمانيا ووصفتها بالمهترئة. لكن بغض النظر، ألمانيا لا تستثمر في بنيتها التحتية كما يجب، وهذه الانتقادات التي تأتي من بروكسل، أين هو المشكل بالنسبة لباقي دول الاتحاد الأوروبي؟ كيف تتأثر اقتصاداتها بهذا الفائض في الميزان التجاري أيا كانت أسبابه؟ أعتقد أننا أمام يعني مشكلة يعني مثيرة لجدل سياسي وليس لجدل اقتصادي ومالي، لأنه من الناحية الاقتصادية والمالية فالأمور مفروغة منها، حيث أن الفائض التجاري الألماني هو كان في السابق له علاقة مباشرة بمنطقة اليورو، ولكن منذ بداية الأزمة المالية انسلخت ألمانيا تدريجيا عن منطقة اليورو، وبات الفائض التجاري لا يمس منطقة اليورو على الإطلاق. من هنا فإن الجدل الذي تقوم به المفوضية الأوروبية هو جدل عقيم ولا أساس له من الصحة، وهو ما يفسر غضب المسؤولين الألمان حاليا في ردهم على المفوضية. هل لك أن توضح لنا كيف انسلخت ألمانيا عن المفوضية الأوروبية؟ عندما ظهرت الأزمة كانت ألمانيا قد في مرحلة الاستفادة من الإصلاحات التي قامت بها بشكل مبكر منذ عام 1990، وعندما وصلت الأزمة وجدت ألمانيا نفسها جاهزة لضبط حساباتها العامة، جاهزة لضبط الموازنة، جاهزة لضبط التضخم، جاهزة لجميع المقاييس والمعايير التي يطالب بها الأوروبيون. ولكن من الناحية المقابلة ماذا نتج؟ نتج أن الدول التي تم فرض عليها، الدول المتعثرة فرضت عليها برامج قاسية، لم تعد قادرة على استيراد المنتجات الألمانية، ولم تعد قادرة على تصدير أيضا، لأن سوق العمل لديها قد انحسر. إذن لا علاقة لألمانيا بهذه المشكلة إطلاقا، لا علاقة لها، وكان من المفروض على المفوضية الأوروبية أن تنبه ألمانيا قبل الأزمة أو خلال الأزمة وليس بعد الأزمة. ولكن لماذا الآن تتحرك المفوضية؟ لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول هو أن الدول التي تعاني من عجز وتعاني من مصاعب يتم ملاحقتها، وفي اتفاقية ماستريخت الدول التي لها فائض كما ذكرت يفوق 6% يجب أيضا ملاحقتها. من هنا من الناحية القانونية يجب على المفوضية أن تساوي بين الطرفين. كما أنه يوجد النقطة الثانية، هو الخلاف التاريخي بين المصرف المركزي الأوروبي وبين الخزينة الأمريكية.
الانتقادات جاءت من البداية من الولايات المتحدة ولم تأتي من المفوضية. ولكن بما أن ماريو دراغي مرتبط ارتباط وثيق بالخزينة الأمريكية، وعندما قام برفع أسعار الفائدة يوم 7 نوفمبر جاءت المفوضية يوم 13 ووجهت انتقادات إلى ألمانيا. إذن نحن أمام سلسلة من الإجراءات. والنقطة الثالثة هو صندوق النقد الدولي، لأن الفائض الألماني هو مع الدول الناشئة وليس مع الاتحاد الأوروبي، ومن هنا صندوق النقد الدولي يقول على ألمانيا أن تزيد من الطلب الداخلي حتى يتم حفز المبادلات مع تلك الدول التي بدأت بالتراجع. إذن المشكلة هي متعددة الجوانب، ودور المفوضية هنا هو دور مسرحي ليس إلا. من الضروري إذا سمحت لي نقطة مهمة جدا، من الضروري ملاحظة أنه زيادة الفائض الصادر والوارد بين الصادرات والواردات في ألمانيا يعني بالضرورة عجز في الدول التي تعاني من عملية الاستيراد. يعني الدول الأوروبية خصوصا دول أوروبا الجنوبية، الدول التي تعاني من الأزمة الاقتصادية، هي التي تعاني عمليا من زيادة الصادرات الألمانية. يعني كلما زادت الصادرات الألمانية بهذا الحجم اللي احنا بنشوفه الآن واللي بنتكلم موضوع الحلقة، هناك معاناة من قبل الشعوب التي ليس لديها قدرة التصدير كما هو الحال مع ألمانيا. ولكن هذه نقطة مهمة جدا وهي أساسية، وهي لأنها هيكلية، لأنها تمس إدارة منطقة اليورو. يعني أن الدول لماذا تعاني؟ لا تعاني لأن ألمانيا تصدر أكثر، تعاني لأن اليورو عندما تصدر ألمانيا اليورو يرتفع، وهذه لب المشكلة. عندما تصدر ألمانيا الكثير فإن اليورو يرتفع، وبالتالي هي لا تستطيع أن تصدر، ليس لأن ألمانيا تصدر ولكن لأن هي حرمت من حقها في التصرف في سعر الصرف. وهذه مشكلة، وهذه مشكلة مهمة أيضا. لكن هذه الضغوطات التي يحاول بعض أساسا في بروكسل ممارستها على ألمانيا، ألا تؤدي في حال طبقت فعلا إلى إضعاف الاقتصاد الألماني، وهو الذي يعد قاطرة الاقتصاد الأوروبي بصفة عامة؟ أنا لا أتوقع أن سوف يكون بإمكان المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات مانعة لنمو الاقتصاد الألماني أو لنمو الصادرات الألمانية. هي المشكلة هي ليس في نمو الصادرات، وإنما المشكلة هي في الفائض. يعني ممكن الصادرات ترتفع ولكن الميزان يبقى متوازن، يعني بدون فائض كبير. الفائض يستثمر في البنية التحتية وفي مشاريع داخل ألمانيا. هذه هي المشكلة يا أحمد. الفائض الذي يتحقق هو بالدرجة الأولى ملك القطاع الخاص الألماني، يعني المصدرين الألمان، وليس ملك الدولة الألمانية. المصدرين الألمان القطاع الخاص هذا الفائض يستخدمون للاستثمار في خارج ألمانيا، وهذه هي المصيبة. يجب أن على الحكومة الألمانية أن تبتكر نظام حوافز لتحفيز المستثمر من القطاع الخاص على استثمار فوائضه في داخل ألمانيا. أما الاستثمار العام، يعني صحيح ما أشار إلى الزميل أنه البنى التحتية في ألمانيا ليست متهرية بالحقيقة إلى هذه الدرجة إذا قارناها مع دولنا العربية. هي متقدمة بالتأكيد، لكنه تحتاج إلى تأهيل دائم. والاستثمار في البنى التحتية يعني زيادة الضرائب أو زيادة الإنفاق، معنى ذلك أما نزيد الضرائب وهذا أمر صعب التحقيق، أو الحكومة الألمانية تلجأ إلى الاقتراض من جديد، وهذا أيضا سياسيا صعب. فالسياسة الاقتصادية الألمانية هي في مأزق. إذن ما المخرج من هذا المأزق؟ منظمة الأمن ومنظمة التعاون الاقتصادي، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي انتقدت ألمانيا. وإذا بيجي الانتقاد من الاتحاد الأوروبي يكون عليها علامات استفهام كما نعلم وكما أشار الزميل. لكن أن تأتي منظمة التعاون والتنمية الدولية وتنتقد ألمانيا، فهذا له ما يبرره، وهو عمليا الأجور والاستهلاك الداخلي. يعني مثلا هناك مطالب داخل مفاوضات التحالف حاليا التي تقوم بين الاشتراكيين والاتحاد بوضع حد أدنى للأجور.
أن يكون 8.5 يورو للساعة بشكل شامل. المنظمة دي وهي التي تراقب الوضع بدقة على مختلف في مختلف دول العالم تطالب بهذا أيضا. لماذا؟ لأنه زيادة معدلات الأجور أو وضعها على الأقل في هذا الحد الأدنى انطلاقا من هذا الحد الأدنى من شأنه أن يساعد كما أشار الزميل على تنشيط السوق الداخلية. تنشيط السوق الداخلي الاستهلاك. وتحفيز الاستهلاك، وتحفيز الاستهلاك يعني إمكانية استيراد بضائع أخرى، يعني إمكانية خفض أو تحجيم حجم الصادرات، وهو ما يعيد شيء من التوازن إلى هذا الفائض الضخم في الميزان التجاري الألماني. إذن هناك إجراءات يمكن للحكومة الألمانية اتخاذها لخفض هذا الفائض في ميزانها التجاري، ومنها كما تفضل الأستاذ أنيس رفع الأجور وما إلى ذلك. هل سيرضي ذلك بروكسل؟ أعتقد أنه يجب التركيز على شرح الموقف الألماني. لماذا ألمانيا لا تقوم بتخفيض؟ لماذا؟ سؤال بسيط، ولكن الألمان يقولون أن المشكلة غير صحيحة، أن ألمانيا تعاني من الشيخوخة، تعاني من كبر السن بالنسبة لقطاعات واسعة من سكانها، وعليها إذن أن تحتفظ بالأموال التي يحققها الفائض لضمان التقاعد لملايين من الناس بعد 10 سنوات. إذن ألمانيا هي في جبهة مشروعة جدا، وإذا لم تقوم ألمانيا بالإدخار الآن فستعود إليها الدول الأوروبية بعد وتنتقدها على ذلك. هذا من لكن دكتور بارق قال بأن هذا الفائض ما يتحصل من الفوائد هو للقطاع الخاص وليس للدولة. هو هناك شركات تعاقدية تقوم بتأمين للتقاعد للمواطنين الألمان، وهذا الأمر معروف. النقطة الثانية، هذه النقطة الأولى، الشيخوخة في ألمانيا لابد أن لا ننساها. النقطة الثانية تعود إلى أن ما تصدره ألمانيا يختلف تماما عن ما تصدره الدول الأخرى. يعني إذا توقفت ألمانيا عن التصدير، تصدير الآلات المتقدمة، تصدير الآلات العملاقة، تصدير الأدوية، تصدير بعض الأشياء التي لا يمكن لفرنسا أن تعوضها، لا يمكن لإيطاليا أن تعوضها، من هنا فإن النقاش هو نقاش باطل غير صحيح. إذا ألمانيا لا يمكن أن تستهلك قليل من زيت الزيتون اليوناني أو من إسبانيا، ولكن هذا لا يحل المشكلة بالنسبة للدولتين. هي ضروري أن الإصلاحات التي يطالب بها مسؤولو منطقة اليورو ضروري أن تطبق على الدول الأخرى، وحتى تستفيد من ألمانيا، حتى تستفيد من الانتعاش الألماني. وبدأت الدول الآن بصراحة، يعني نسجل الآن إيرلندا والبرتغال انتعاش، وفي إسبانيا انتعاش، ولكن هناك مثلا دول غير قابلة للإصلاح مثل فرنسا. يعني عندما كانت ألمانيا تقوم بالإصلاحات كانت فرنسا تفرض أسبوع 35 ساعة. يعني عندما نعود الآن للأسباب للمسببات، والآن في فرنسا يوميا إضراب، في حين أن ألمانيا تناقش حول إقامة تحالف كبير بين اليسار واليمين. يعني هناك عقلية في منطقة اليورو تختلف من دولة إلى أخرى، ومن هنا فإن الأسواق لماذا تتعامل مع اليورو كعملة واحدة ولكنها تتعامل مع ديون كل بلد على حدة؟ لأن أداء كل دولة يختلف، والحل بطبيعة الحال هو التنسيق الاقتصادي يستمر، ولكن ضروري من التنسيق المالي والضريبي. من هنا السؤال، لماذا لا تقتفي باقي الدول الأوروبية النموذج الاقتصادي الألماني، هذه المرونة في السوق وهذه السياسة الاقتصادية التي اتبعتها ألمانيا وأثبتت فعاليتها بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم؟ ما الذي يمنع هذه الدول من اتباع النموذج الألماني؟ ليس هناك أي مانع أبدا، لكنه هذا ليس سهل التحقيق. يعني نجاحات ألمانيا الاقتصادية لها أسباب تاريخية وأسباب كثيرة لا تقتصر على الأسباب الاقتصادية، وإنما تدخل فيها عنصر الثقافة، أخلاقيات العمل، الانضباط عند الألمان، بعدين القدرة على الإبداع والابتكار، الانوفيشن. وأيضا ألمانيا تتميز بسياسة اقتصادية بارعة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية، حيث عرفت بالـ Wirtschaftswunder، أي المعجزة الاقتصادية الألمانية.
ومن وجهة نظري ما نشهده الآن هو معجزة ثانية. نرى ألمانيا خلال أزمة المالية العالمية تخطتها بسرعة خلال سنة واحدة، وأيضا استطاعت ضبط أزمة المديونية الأوروبية. فطبعا النموذج الألماني مفتوح ومعروض على جميع الدول الأوروبية الأخرى وأيضا على دول العالم بما فيها الدول العربية، لكنه هي ليست حبة أسبرين تبلع لكي نرى مفعولها فورا، وإنما تصور اقتصادي شامل، إصلاحات اقتصادية كثيرة، إصلاحات ثقافية واجتماعية. ليس من السهل نقل النموذج بهذا الشكل. طبعا هناك أستطيع القول نوع من الحسد على ألمانيا من قبل الدول الأوروبية الأخرى وحتى من قبل الولايات المتحدة. إذن هذه الانتقادات التي تأتي من بروكسل إلى ألمانيا بسبب فائض ميزانها التجاري، هناك أيضا ثناء على القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، المزيد في التقرير التالي. في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لانتقادات حادة بسبب فائضها التجاري الضخم، لا يزال الكثير من السياسيين في بروكسل مندهشين من قوتها التصديرية. نحن لا ننتقد القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني على الصعيد الخارجي أو تفوقه في الأسواق العالمية. في الواقع هذا ما نريده من كافة الدول الأعضاء. الانتقادات لا توجه إلى ما تفعله ألمانيا بل إلى ما لا تفعله، وهو تشجيع الاستثمار. نعاني حاليا من ضعف كبير في الاستثمارات، وفي العام الماضي تراجعت استثمارات القطاع الخاص إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2009. سياسة التقشف باتت مشكلة اقتصادية خطيرة، ويرى بعض الخبراء أنه ينبغي على ألمانيا استثمار عائداتها من التصدير في البنية التحتية، الأمر الذي سيسهم حسب رأيهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض فائض ألمانيا التجاري. كيف نفسر هذا الحديث عن الاستثمار في البنية التحتية من أجل خلق فرص عمل جديدة ونسب البطالة في ألمانيا هي الأدنى من نوعها في عموم أوروبا؟ المفروض لما بنيجي نعمل حساب الفرق بين الصادرات والواردات، يجب أن نلاحظ أن الصادرات تشمل أيضا قطاع الخدمات. يعني في عندي قطاع الخدمات هو لا يقل أهمية عن الصادرات الصناعية، عن الماكينات إلى آخره. ولما تيجي لقطاع الصادرات بشيء من التفصيل، تكتشف أن في ألمانيا قطاع الخدمات ممتاز، لكن في حاجة كما قلت إلى مزيد من الإصلاحات. عندما تحاول أن تصلح هذا الوضع في ألمانيا، فستكتشف أن النتيجة المباشرة لهذا الإصلاح ستكون رفع معدلات الإيجور. رفع معدلات الإيجور ستؤدي بالتالي إلى تحسين القدرة الاستهلاكية للمواطنين، تعني بالتالي تنشيط السوق الداخلية، تعني بالتالي دائرة اقتصادية نشيطة ومنتعشة لصالح الاقتصاد بشكل عام. ما نراه الآن هو جانب من هذا، لكن ليس جانب كامل وإنما جانب ناقص، ويؤدي بالتالي إلى مزيد من المصاعب. لأنه مش صحيح أن الدول الأوروبية الفقيرة أو الدول الجنوبية في أوروبا لا علاقة لها بالموضوع، هذا مش صحيح. كلما زادت الصادرات الألمانية سواء في قطاع الخدمات أو قطاع الإنتاجية الصناعية، هناك عجز في دول الجنوب، وهو ما أدى عمليا إلى الأزمة الاقتصادية التي والنقدية التي رأيناها في السنوات الأخيرة. من واجب ألمانيا في هذه الحالة أن تمنح مزيد من الزخم للقطاع الداخلي، أن تمنح مزيد من الزخم للاستهلاك، حتى يتم تخفيف العبء عن الدول الأوروبية الجنوبية، وهو ما يساعد بالتالي في حل الأزمة الأوروبية. أستاذ علي تفضل. أن اتهام ألمانيا بأنها وراء أزمة دول الجنوب يعني غير صحيح. أن الأزمة التي كانت هي أزمة بسبب منطقة اليورو نفسها، بسبب انعدام ضوابطها، يعني سمحوا لليونان بالدخول دون تحقيق المعايير والمقاييس، سمحوا لإيرلندا بالاستدانة وبإسبانيا بالدخول في مهاترات عقارية معروفة.
يعني لا دخل فيها للبنك الألماني أو للمصارف الألمانية على الإطلاق. المشكلة الرئيسية التي تواجه الآن المسؤولين الأوروبيين هو ليس انتقاد ألمانيا أو توجيه تحذيرات أو عقوبات إليها، ولكنها جرها إلى العودة إلى اقتسام أعباء منطقة اليورو، أي أن ألمانيا التي تتمتع بهذا الفائض تتمتع بهذه القوة، ولكن ألمانيا بدأت تتحمل الآلاف من الرعايا اليونانيين والإسبان وصلوا إلى ألمانيا، وهذه مشكلة أخرى هي تفرغ تلك الدول هؤلاء العمالة ذات الكفاءة تحت السوق المحلي، وبالتالي هناك خطأ في التركيبة الوحدة المالية والنقدية والاقتصادية الأوروبية نفسها. إذن العلاج لا يأتي، هناك فارق كبير بين تعامل البنك المركزي الألماني الآن مع التضخم، وحيث في ألمانيا لا يوجد تضخم وإنما بالعكس يوجد انخفاض للأسعار، وهناك فرق مع سياسة الصندوق المركزي الأوروبي الذي يزيد من حجم الفائدة ليزيد من التضخم. ومن هنا نحن أمام معضلة كبيرة جدا، وهذه المعضلة سوف تزداد حدة، ومن هنا فإن المسؤولين الأوروبيين يريدون التأثير وبكل قواهم على المفاوضات الجارية حاليا لتشكيل ائتلاف جديد، ويطالبون ميركل بقبول بعض الأبجديات الموجودة في الدول الأخرى مثل الحد الأدنى من الأجور، مثل تنظيم ساعات العمل. ولكن هذا الأمر خطير لأن ألمانيا غير متعودة على هذه الليونة في سوق العمل وفي الأسعار. ألمانيا هذه الصرامة؟ لا، هذه الليونة الجديدة إذا ليست صرامة. إذا الآن في ألمانيا الأجور الحد الأدنى من الأجور متفق عليه قطاع بقطاع، ولكن عندما تفرض أنت حد أدنى العديد من الشركات الألمانية سوف تغادر إلى مناطق أخرى، إلى بلغاريا وإلى رومانيا، وسوف تزداد البطالة، وإذا ألمانيا لن تحل المشاكل. هذا هو لب المشكلة الآن في أوروبا، يعني كيف يمكن إعادة ألمانيا إلى تقاسم الأعباء والمشاركة دون الهروب؟ ولكن ما يفعلونه هو أن ألمانيا تزداد خوفا من وهذه إشكالية حقيقية، لأن العامل البسيط يعاني من تدني الأجور في ألمانيا، حتى أن الساعة في بعض الحالات لا تتعدى 3 يوروهات في قطاع تقطيع اللحم مثلا أو شيء من هذا القبيل، يعني هي بالفعل إشكالية. كلام مضبوط 100%، بس حب أصلح لك نقطة بسيطة جدا. أنا لم أتهم ألمانيا بأنها وراء الأزمة الاقتصادية أو شيء من هذا القبيل على الإطلاق، لكن نحن نعتز بعظمة الاقتصاد الألماني. وأنا بأخذ كلمة لأحد المفاوضين الأوروبيين اللي قال نحن بنتمنى كثير من ألمانيا في الدول الأوروبية المختلفة، هذا شيء مثير للاعتزاز، ولكن من الضروري في نفس الوقت أن نلاحظ أن الانتقاد ضروري لتحسين واستمرار هذا الوضع الاقتصادي الممتاز. لا يمكن أن تقول إلى طالب نجيب طالب جيد تقول له لا تدرس. لا طبعا يمكن. طبعا وهذا مزلوط. وهذا ما وقعت فيه أوروبا، يعني أنك تأتي إلى أحسن تلميذ في الفصل وتقول لا تدرس أنت، وبالنسبة للطلاب الغير جيدين تقول أحسنت. هذا ما تفعله. كلام مظبوط، بس إذا أنت بتيجي التلميذ بيحقق كل هذا التقدم وبقية التلامذة مش قادرين يمشوا معاه، أنت بتؤدي عملية تخريب. لا نتولر، انت لازم تشوف طبعا سوري، انت بتشوف بتلاحظ من الضروري ان يكون هناك توازن بين المستوى، يكون هناك توازن، ان يكون هناك اهتمام بالطلبة الضعاف بالصف على حسب المثل اللي انت ضربته يعني. طب دعونا فقط نبتعد عن هذه النقطة قليلا ونتحدث عن هذا الاهتمام من قبل البنك الدولي ومن قبل الخزينة الأمريكية بهذا الفائض في الميزان التجاري الألماني. ما أسباب كل هذا الاهتمام؟ كما أشار الزميل علي، صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع الولايات المتحدة ينتقدون هذا الفائض، لأن الفائض يأتي على حساب الدول الأخرى، الولايات المتحدة وكل الدول التي تتعامل بالدولار، يعني مثلا دول الخليج أو دول آسيا، ويأتي على حساب الصادرات الأمريكية. لكن من وجهة نظر اقتصادية، الفائض المستمر لألمانيا كما قال الزميل علي يؤدي إلى ارتفاع قيمة اليورو،
وهذا يعني أن الدولار قيمة الدولار بفعل آلية السوق سوف تنخفض، مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على الصادرات الأمريكية وصادرات تلك الدول التي ربطت عملتها الوطنية بالدولار. فإذا هي عملية هذا في صالح سوق هذه الدول، في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. هناك خلاف نظري بين الاقتصاديين، هناك مدرستين في النظرية الاقتصادية. المدرسة التي تركز على ضرورة التوازن وتجنب الاختلالات الخارجية والداخلية، يعني الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة، وهناك مدرسة تقول الاختلالات لابد منها في اقتصاد ديناميكي يشهد ابتكارات وتطورات، وليس هناك ضرورة لهذا التوازن. السوق هو الذي في نهاية المطاف يحدد. يحكم يحدد ولذلك هؤلاء أنصار هذه المدرسة يقولون تنشيط الطلب الداخلي، يعني رفع الأجور وإلى آخره، ممكن أن يؤدي إلى تقوية الطلب الداخلي، لكنه هذا هو ليس الحل السحري، لأنك لا تستطيع أن تفرض على المواطنين أن يستوردوا الزيتون من اليونان أو 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 الساعات أو من الصين تماماً. ربما يستوردوا زيادة الأجور أو الأجر الإضافي يستعملوا لشراء المنتجات المحلية. إذا نعود إلى بروكسل وهذه الانتقادات الموجهة إلى ألمانيا بشأن الفائض في ميزانها التجاري، لماذا تنتقد فرنسا ألمانيا وهي التي أغفلت لربما قطاعها الصناعي الذي يعاني من أزمة حقيقية؟ لماذا تنتقد ألمانيا بدل القيام بإصلاحات شاملة؟ أتحدث عن فرنسا وعن إيطاليا أيضا كدولتين صناعيتين قويتين. لأن مشكلة فرنسا هي أنها الشريك التجاري الأول لألمانيا، واعتمدت دائما على القاطرة الألمانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الآن، اعتمدت على القاطرة الألمانية لجر اقتصادها، وكان هناك هذا المحور الألماني الفرنسي هو أيضا محور اقتصادي كبير جدا. ولكن عندما اندلعت الأزمة كما ذكرت في السابق، ألمانيا أفلتت من تدريجيا من منطقة اليورو وتركت الدول الأخرى، وهنا اكتشف العالم العجز الفاضح في الموازنة الفرنسية أولا، وثانيا غياب الإصلاحات في فرنسا. و كانت فرنسا محتمية بألمانيا بما في ذلك الفرنك، كان تابع للدوتش مارك. بلجيكا وهولندا وفرنسا ودول أخرى كانت تابعة رسميا للدوتش مارك، إذن اعتماد اليورو لم يغير شيء من فرنسا. ولكن عندما حدثت الأزمة بدأت فرنسا، تلقت فرنسا تحذير من وكالات التصنيف وفقدت الألف الثلاثي الممتاز، وهذه كانت كارثة حدثت في عهد ساركوزي. ثم جاءت ستاندرد أند بورس خلال الشهر الماضي وضعفت من تخفيض المستوى الائتماني لفرنسا، وبالتالي فرنسا لا بد أن تبحث عن ضحية، وهذه الضحية هي برلين. دائما بالنسبة للفرنسيين هو لا يمكن لفرنسا أن تهاجم بروكسل، لأن فرنسا حظيت حتى الآن بتغافل رسمي من المفوضية الأوروبية على عجزها العام، ولم تلحق بها المفوضية عقوبات رغم أنها كانت في موقف خطير وكانت في موقف منذ، لأن فرنسا بالنسبة لها شرف. لكن هل تستطيع فرنسا الآن القيام بإصلاحات تنقذ اقتصادها من هذا التدهور المتلاحق؟ هناك تشاؤم كبير لدى كثير من المحللين أن فرنسا غير قابلة للإصلاح، يعني لأن فرنسا نظامها الاجتماعي ومعادلة القوة مع القوى الاجتماعية والنقابات قوية جدا، والحكومة الفرنسية أي حكومة يمين أو يسار لابد أن تتعايش مع هذه القوة، وبالتالي فإن النظام الاجتماعي الفرنسي هو نظام جيد ونظام متميز، والنظام الصحي هو نظام مرتفع ويختلف، والعاطلين عن العمل يحظون بمعاملة متميزة، ولكن بالنسبة للتنافسية الفرنسية هي منعدمة. نعم. هو الوجه الآخر ضعيفة ضعيفة جدا. إذن سنعود إلى الشأن الألماني وإلى مفاوضات تشكيل حكومة الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين واتحاد الحزبين المسيحيين. هل لهذه الانتقادات القادمة من بروكسل بشأن الفائض التجاري الألماني
دور في تشكيل هذه الحكومة؟ هل سنرى ليونة في التعامل من قبل برلين إزاء هذه الانتقادات وتحولا في السياسة الاقتصادية الألمانية؟ بعدين، الأول هو وجود اتفاق عام بين الحزبين الأساسيين على أنه موضوع الصادرات مش صحيح إلى هذه الدرجة، وأنه الانتقادات الموجهة لألمانيا بسبب هذا القطاع غير محقة. البعد الثاني، وهو لا يجب أن نغفله، هو ضرورة الاهتمام كما أشرنا أكثر من مرة وأشار الزملاء بزيادة الحد الأدنى للأجور ونشره في مختلف القطاعات الاقتصادية. الاشتراكيين بيطالبوا بهذا كما تعلم، الاتحاد المسيحي أو الطرف الثاني في المفاوضات وتشكيل الائتلاف يرى أن الأمور يجب أن تكون مختلفة في كل قطاع على حدة، يعني القطاعات المختلفة هي التي تحدد نوعية الحد الأدنى من الأجور، بينما الاشتراكيين بيطالبوا بضرورة أن تكون الموضوع عام وشامل. من هنا تأثير المفاوضات على هذا الموضوع. لكن يجب أن نلاحظ أن الطرفين كما قلت في البداية، سواء كانوا اشتراكيين أو المسيحيين الديمقراطيين والمسيحيين الاجتماعيين، من المؤيدين لاستمرارية الوضع كما هو عليه، لأنهم يروا أن هذا الوضع مؤشر ودليل صحة الاقتصاد الألماني وليس العكس. إذن هذه الانتقادات تستمر وتصل مستويات أخرى دكتور بارق. البعض يقول بأن ألمانيا تسعى للهيمنة الاقتصادية على أوروبا، هل لمثل هذه الاتهامات ما يبررها؟ هي ألمانيا في الحقيقة مهيمنة على الاقتصاد الأوروبي، يعني نسبها في الصادرات في التجارة البينية الأوروبية نسب عالية، يعني صادرات ألمانيا إذا نظرنا إلى التجارة بين الدول 27 الأوروبيين فنجد أن ألمانيا حققت نسبة أو حصة 22%، ويعني ألمانيا هي أكبر اقتصاد في المجموعة الأوروبية. فيعني الهيمنة، ما معناها الهيمنة؟ يعني هي هيمنة بمعنى أنها تفرض سياساتها الاقتصادية على الدول الأوروبية الأخرى، هذا غير صحيح. ويعني هناك بعض المرونة، يعني ألمانيا بالحقيقة من مصلحتها العظمى، وهذا الشيء واعين له السياسيين من مختلف الأحزاب، أن يستمر الاتحاد الأوروبي، لأن ألمانيا بدون الاتحاد الأوروبي في ظل العولمة وظل ظهور القوى الاقتصادية العظمى كالصين والهند والبرازيل وروسيا لا شيء. يعني وهذه يعني قناعة وصلوا إليها معظم الساسة الألمان المخضرمين، وأولهم المستشار الألماني السابق هلموت شميت الذي يعتبر من دعاة أوروبا الموحدة الأوائل. فلذلك أنا لا أرى يعني لا أرى الموضوع من هذه الزاوية، هيمنة وخنوع من قبل الدول، وإنما مصالح مشتركة. ربما المقصود لأنه عادة لم يعد بالإمكان في القرن 21 الفصل بين الاقتصاد والسياسة، فعندما تتحدث عن الهيمنة الاقتصادية، وطبعا ليس المقصود فقط الهيمنة الاقتصادية، وإنما المقصود أيضا أن تؤدي الهيمنة الاقتصادية إلى إبراز الوجه الآخر لهذه الهيمنة، وهو البعد السياسي. بمعنى آخر، الهيمنة الاقتصادية في ألمانيا أو لألمانيا على باقي الاتحاد الأوروبي يعني بحكم بشكل تلقائي الهيمنة السياسية، وهنا الخطر. يعني يجب احترام المخاوف السياسية لدى كثير من دول الاتحاد الأوروبي الأصغر إذا ما قارناها بالهيمنة الاقتصادية الألمانية. نعم. وهذه الاتهامات تأتي من اليونان بالتحديد، التي تتهم ألمانيا بأنها تسعى لتحقيق أهداف توسعية في أوروبا بوسائل اقتصادية وليس بالوسائل العسكرية. لكن هذا يجرنا للحديث عن سياسة ألمانيا في التعامل مع الدول التي تعاني من أزمة حقيقية مثل اليونان، فرض التقشف على هذه الدول، ألا يأتي في هذا الإطار؟ لا، في الواقع ما قاله صحيح، ولكن الهيمنة السياسية لا بد منها، لأن لا مخرج بالنسبة لهذه الدول بدون
بدون الهيمنة السياسية. ألمانيا لا تقول أن سأحتل هذه الدولة أو أريد أن أتخذ القرار الداخلي فيها، ولكن ألمانيا تشترط خريطة الطريق، خريطة الطريق واضحة، أي أننا عندما نقيم الاتحاد البنكي من هو المسؤول عن آلية الإشراف، عندما نقيم آلية الإشراف من هو المسؤول عن صرف الأموال، عندما نقوم بتمويل الدول المتعثرة من الذي يتخذ القرار لذلك. إذن الموضوع هو اقتصادي بالدرجة الأولى، ولكنه يصبح موضوع سياسي. إذا أنت لا تريد أن تتقاسم معي سيادتك فأنا لا يمكن أن أتضامن معك، هذا هو لب الموضوع. يعني هناك التوجه نحو اقتسام السيادة، وهذه هي فلسفة ميركل الأوروبية. لا بد، وأعتقد أن المفوضية عندما قامت بتوجيه هذا التحذير لألمانيا إنما تريد حفز ألمانيا على الذهاب إلى ما أبعد نحو الاندماج السياسي بين الأوروبيين. وألمانيا والمفوضية تقول للدول المتعثرة أنا أوبخ ألمانيا، وكيف أنتم لا تفعلون بالضبط، وهذا تقاسم سياسي. هل ستبقى ألمانيا على المدى المنظور قاطرة الاقتصاد الأوروبي؟ بالنسبة للموضوع ألمانيا كما ذكرت أن تقدم عمر سن السكان خطير جدا بالنسبة لألمانيا وبالنسبة لدول أخرى خارج أوروبا وداخل أوروبا. وإذا لم تقوم ألمانيا بتغيير هذا المشكلة فإن أمورها ستتفاقم. كلمة أخيرة أستاذ أنيس في جملتين. الأزمة الديموغرافية كلام مظبوط خطيرة جدا، لكن التقدم التكنولوجي بيحاول أن يجعل الآلة محل الإنسان، وبالتالي المصانع ما بتحتاجش لعمال كثر بطبيعة الحال. هذه أزمة العصر الصناعي الحديث. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نشكر لكم حسن تتبعكم، كما أشكر ضيوفي وهم الأستاذ أنيس أبو العيلة، الدكتور بارق شبر، والصحفي من بروكسل علي وحيدة. حتى نلقاكم في مناسبة أخرى، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.